بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المتابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الإخبارية المفصلة تأتيكم من إذاعة وتلفزيون النهرين، والبداية مع عناوينها. فضيلة الخزاعي يصدر مرسوما جمهوريا لإجراء الانتخابات في 30 من نيسان المقبل. جمعية الأدباء الشعبيين في واسط تنظم مهرجان السنوي الثاني للقصيدة الوطنية. الدكتور منير المختار يعلن عن وصول أطباء هنود المحافظة برعاية الشيخ عبد المهدي الكربلائي. إدارة مدرسة الشهد في منطقة الوافدين تشكو من تردي الخدمات المقدمة للمدرسة. أهلا بكم من جديد. أصدر نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي مرسوما جمهوريا حدد فيها 30 من نيسان المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية. الخزاعي أوضح أثناء لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي أن الانتخابات ستجرى بموعدها المقررة، مبينا أن العراق يعول كثيرا على دور الأمم المتحدة البناء في تشجيع جميع الفرقاء السياسيين بانتهاج سياسة الحوار ونبذ العنف واتخاذ المنهج الديمقراطي الصحيح في بناء العراق الجديد. صوت مجلس النواب العراقي على فقرات قانون الانتخابات بعد الاتفاق على النقاط الخلافية. وأعلن رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية الشيخ خالد العطية عن اتفاق الكتل السياسية على تمرير القانون. وذكر العطية أن هذا الاتفاق جاء عقب الاجتماع الذي عقد اليوم بين رئاسة المجلس ورؤساء الكتل السياسية، وقد تمت إضافة 10 مقاعد تعويضية توزعت بواقع 3 مقاعد إلى إقليم كردستان ومقعد واحد لكل من محافظات بغداد وكربلاء المقدسة وبابل وذيقار والبصرة وديالى والأنبار. أقامت جمعية الأدباء الشعبيين في واسط وبرعاية مجلس محافظة واسط مهرجانها السنوي الثاني للقصيدة الوطنية وعلى قاعة الإدارة المحلية، وبحضور نخبة من شعراء العراق وإعلامي ومثقفي ومبدعي الكلمة. ومشاركة تغنت المشاركات بالقصائد بحب الوطن، وتم في اختتام المهرجان توزيع هدايا المشاركين تثمينا لجهودهم. سيف نحرة وطلع رماد، وبشفت الجرح يمضغ رماده يتذل ذبح من جدمل الراس، وبريج الجرح يبلع سعادة من دم نزل ما ذكريات. بقى نعل سيف يلتهمن برادة، لا تعجل ذبح يا شمر بنداية، لا تعجل ذبح طاول تمادة، خلي السيف يلعب على الوريدين حتى حسين يشتاق الشعر بالشعر. بس يا علي وياك الورقة ويا القلم بالقوة راضيها، وردت بس ادخل الباب الشعر مولاي واوراق بدمع قمت انا وضيها. ادخل يا علي الكرار بالابيات، صلاة الشعر اقدر هسه صليها، صلاة ما بيها اسمك ورد ما بيلون، ليلة بلا قمر بالقوة قضيها، صلاة ما بيها اسمك حب بلا يجروح، شلون الامسية الذواقة ما بيها. هذا المهرجان يعد مهرجانا مهما، ونحن نمر بظروف سياسية استثنائية. هذا المهرجان يدعو للوحدة الوطنية، لوحدة الصف، وأيضا نبض الطائفية، وأيضا قصائد حسينية، احتفالا بمقدم محرم باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام. مهرجان مهم في مدينة واسط جمع شعراء العراق من الجنوب ومن الشمال ومن المنطقة الغربية. هذا المهرجان حقيقة هو للم الجرح العراقي، للملمة شتات الجرح العراقي ونبذ الطائفية ونبذ العنف. هذه الوقفة اليوم وهذا العرس يمثل الأدب في واسط. التقى شعراء العراق ليغنوا ولتصلح هناجرهم للوطن وللعراق. نسأل الله أن يوفق العراق ويخرجه من جراحاته
معافاة بفعل أبنائه وبفعل هذه الوقفة الشريفة. كل يوم ولنا عرس، كل يوم ولنا مهرجان. بالرغم من تخرصات الآخرين، الشاعر هنا ألغى المناطقية والطائفية والعرقية وأكد على الوحدة الوطنية، سيما استلهامه لقضية سيد الشهداء الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام الذي نهض للحرية ومنشدي الحرية. أعلن الدكتور منير المختار عن وصول أطباء هنود للمحافظة برعاية معتمد المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي واستجابة لمطالب أبناء المحافظة، وسيتم فحص المرضى أيام الجمعة والسبت والأحد من أجل إجراء العمليات جراحية دقيقة في العمود الفقري والدماغ وجراحة الكسور والقلب. جاء ذلك خلال تصريح للنهرين. بناء على الطلب المقدم من جماهير محافظة واسط العزيزة للسيد الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي على ضرورة الارتقاء بالواقع الصحي، وطلب إرسال وفود أجنبية ذو اختصاصات دقيقة للوقوف على الواقع الصحي، حصلت موافقة السيد الأمين على زيارة الوفد الطبي للاختصاصات الدقيقة من الأطباء الهنود إلى محافظة واسط، وسيكون الوصول يوم عرض المرضى إن شاء الله يوم الجمعة والسبت والأحد صباحا ومساء للاختصاصات التالية: جراحة العمود الفقري والدماغ، جراحة الكسور، جراحة القلب والصدر. اشتكت إدارة مدرسة الشاد في منطقة الوافدين من تردي الخدمات المقدمة للمدرسة على الرغم من ازدياد أعدادهم. المدرسة مكونة من كرفانات فقط وبدوامين، طالبين التربية بالاهتمام بها ورفضها بالكوادر التدريسية لقلة عددهم. جاء ذلك خلال تصريحات للنهرين. 63 واحد احنا. 70 واحد، 71 واحد. براحتكم يلا. صف ثاني. كم واحد بشعبكم؟ فوق السبعين. فوق السبعين واحد؟ اي. شفتوا هاي الوضعية طبعا. أول ما طبيت لا باب لا سياج، المرافقات عندي مرافقات كرفانات. زين وهاي كرفانات هي احنا للمعلمين وللمعلمات وللبنات، عندنا دوام شطر ثاني هي معلمة مدرسة الرؤية. هاي مدرسة مال بنات، يعني هاي كلها بهاي الكرفان، احنا مرافقاتنا كلها بس هاي الكرفان. هاي المرافقات مدير المدرسة هذا اليمي بال 400 500 ألف دينار على نفقته الخاصة تقبيضات الله، سحب لها مي وكهرباء. أول ما استلمناها بيها جام، بس الشباك شنو؟ الشباك بلاستيك. والباب بلاستيك. هذا ما يتحمل بالمثل 50 تلميذ بكرفان واحد؟ هو سطب لها 50 و60 زين اكو شعبه 80 وين اكو شعبه؟ يعني انا من اطب ادرس وين ادرس؟ هي من صيغه المعلم ان يكون يستعمل الوسائل التعليميه، من ضمن الوسائل التعليميه اول شيء هي السبوره. الطين شلون اكتب وادرس على السبوره؟ وشلون اقوم الطلاب على السبوره؟ شلون اختبر الطالب مالتي؟ شلون اختبره؟ شلون اختبره؟ قوموا جوقه وكتبوا شلون يعني. اصدر قاضي محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي قراره بتأجيل القضية إلى 8 يناير المقبل للإطلاع على المستندات. وأكد التلفزيون المصري نقل مرسي إلى سجن برج العرب في الإسكندرية، حيث وصل على متن طائرة مروحية إلى السجن، وكانت الجلسة قد رفعت للمرة الثانية بعد استئنافها بدقائق بعد مشادات داخل القاعة. إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات المصرية وصفتها بالاحترازية عشية محاكمة أول رئيس مدني منتخب يقبع خلف القضبان بعد عام واحد من توليه رئاسة. قوات الأمن عززت من تواجدها في الشوارع بمزيد من المدرعات وسيارات الشرطة، مع إضافة العديد من أفراد وقيادات قوات الأمن من الشرطة والجيش. كما أغلقت الميادين الكبرى والشوارع المؤدية إلى مكان محاكمة الرئيس المعزول. تأتي هذه الإجراءات في أعقاب سلسلة من التهديدات اللي أطلقها جماعة الإخوان وقيادتهم بأنهم هيحولوا اليوم إلى يوم من الدماء والتخريب والتدمير، وأن الشعب المصري كله هيخرج عشان يدافع عن الرئيس المعزول. الإجراءات الأمنية المشددة لم تمنع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي من الخروج في مظاهرات دعوا إليها لتستمر حتى ساعة المحاكمة والتنديد بما اعتبروها محاكمة تمثيلية هزلية.
ده تأليف ولعبة، ده رئيس شرعي وما يتحكمش، هما اللي يتحكموا. هنفضل مستمرين إن شاء الله لحد ما يزول الحكم العسكري، وبإذن الله بإذن الله منتصرين إن شاء الله رب العالمين. المواطن المصري رأى أن محاكمة الرئيس مرسي المعزول مرهونة بكلمة من القضاء أسوة بمحاكمة الرئيس المخلوع مبارك. القضاء العادل هو اللي هيحكم، لو الراجل ده بريء هيطلعه، لو الراجل ده مذنب هيحكم عليه. بالنسبة للحكم اللي هيظهر طبعا ده مش تيجي من أول جلسة يعني. الأمين العام لجامعة الدول العربية النبيل العربي قد حث الأطراف السورية على المشاركة الفاعلة في مؤتمر جنيف 2 ودعم الحل السلمي في سوريا. العربي في كلمة خلال افتتاح الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب قال أن الجامعة تدعم جهود المبعوث الأممي حول سوريا الأخضر الإبراهيمي من أجل إيجاد حل سياسي في سوريا. صياغة خطوات الحل التفاوضي استنادا إلى البيان الختامي لاجتماع جنيف رقم 1، والذي يضمن إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى 1 بدء مرحلة انتقالية، 2 تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تتولى مهام المرحلة الانتقالية. والمجلس مطالب اليوم بتوفير كل الدعم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لحثه وتشجيعه على المشاركة في مؤتمر جنيف 2. استجوبت النيابة العامة البحرينية لأكثر من 5 ساعات الأمين العام لجمعية الوفاق الوطنية المعارضة الشيخ علي سلمان قبل أن تفرج عنه بكفالة. وقد استنكرت جمعية الوفاق اعتقال أمينها العام الشيخ علي سلمان. خطوات متسارعة تتخذها السلطات في البحرين ليس نحو حل الأزمة السياسية القائمة منذ عام 2011، وإنما نحو تضييق الخناق أكثر وأكثر على المحتجين وقيادات المعارضة، والمضي قدما بالاعتقالات وإصدار أحكام السجن ضد المعارضين للنظام والمطالبين بالديمقراطية ورفع التنبيه. وفي أبرز تحرك وصف بالاستفزاز جاء استجواب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطنية الشيخ علي سلمان، وعلى مدى ساعات بتهمة الإساءة لجهة نظامية في إشارة إلى وزارة الداخلية قبل أن تخلي سبيله بضمان محل إقامته. الوفاق استنكرت هذه الخطوة واعتبرتها تأتي ضمن حملة الابتزاز السياسي والانتقام من المعارضة السلمية التي تطالب بالديمقراطية وترفض الاستبداد. تحاول أن تلاحق كل كلمة وكل لفظة وكل بيان وكل نشاط وكل حركة لجمعية الوفاق، وليس فقط جمعية الوفاق وإنما المعارضة بشكل عام، سواء كانت منها التي تمارس دورها كجمعيات أو المعارضة التي تمارس دورها كفعاليات على الأرض. قوى معارضة أخرى اتهمت بدورها النظام في البحرين بالهروب من الواقع ورفض الحل السياسي، فيما رأها آخرون بأنها شيعت إلى الأبد إمكانية استئناف الحوار بين المعارضة والسلطة، ووضعها البعض في خانة الاختبار وقراءة ردود الأفعال عليها تمديدا لاعتقال الشيخ سلمان ومن ثم محاكمته على غرار العشرات من قيادات المعارضة المعتقلين منذ أكثر من 2. ورأت أطراف أخرى في المعارضة أن اعتقال هذا القيادي هو خط أحمر، وأن الثورة في البحرين سوف تخرج عن مسارها السلمي إذا ما استهدف. وبموازاة استجواب سلمان نال 10 معتقلين حظهم من القمع الممنهج، حيث أصدرت المحكمة أحكاما قاسية ضدهم تراوحت بين السجن المؤبد والسجن 15 عاما. هذه الأحكام واستجواب الشيخ سلمان أثار غضبا عارما في الشارع البحريني. أعداد كبيرة من المواطنين تدفقوا إلى شوارع المنامة وبلدات وقرى عديدة بينها أبو صيبع ودية تنديدا باستجواب سلمان. تظاهرات وشعارات تحمل رسائل إلى النظام أن آلة القمع غير مجدية ولن تسفر سوى عن مزيد من الإصرار والتمسك بالمطالب حتى تحقيقها. أحبتي المتابعين الكرام، النشرة انتهت، تذكير بما جاء فيها. غير خزاعي يصدر مرسوما جمهوريا لإجراء الانتخابات في 30 من نيسان المقبل.
جمعية الأدباء الشعبيين في واسط تنظم مهرجان السنوي الثاني للقصيدة الوطنية. الدكتور منير المختار يعلن عن وصول طباء هنود المحافظة برعاية الشيخ عبد المهدي الكربلائي. إدارة مدرسة الشهد في منطقة الوافدين تشكو من تردد الخدمات المقدمة للمدرسة. أحبتي المتابعين الكرام، النشرة انتهت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.